علاش العنصرية؟ كنا غنجاوبو جواب واحد إلى سولنا راسنا، احنا تخلقنا سواسية وكنبغيو بعضياتنا، لكن بهضرتنا وفي غالب الأحيان وبلا ما نحسو كنقولو كلام في غاية العنصرية. منين حليت عينيا وانا كنسمع ازي كحال وبزاف الهضره اللي ما خاصهاش تقال، خاص الناس توعب اللي كاينين الناس اللي كتقيس لهم كرامتهم والمشاعر ديالهم. السلام، اسمي هدى، موديل فوتو مانكا وعندي 25 سنه. سو ماشي ازيا هي صفحه على موقع انستغرام اللي كتناول جمال المراه السمراء المغربيه، وعلاش لا المراه المغربيه عربيا، خصوصا ان ما كنشوفو في السوشيال ميديا نساء سمراوات ملهمات ولا مؤثرات. سو خديت هذه البادره باش نقدروا نسلطوا الضوء على الجمال الاسمر المغربي. ماشي ازيا علاش وماشي اسم احد اخر؟ حيتاش باش نربط في الصفحه ما بين الكولوريزم والراسيزم، خاصني ندير واحد الكلمه اللي هي عاميه، اللي كتكون زعما لفظ اللي كيتقال بزاف. واخا بعض الناس اللي كيجيوني بعض التعاليق اللي تيقولوا بلي عزيا راه كلمه لا عاديه، مثلا في مراكش تقدروا كيقولوا لا ما كيقصدوش بها اللون، ولكن خديتها ككلمه اللي كتقال بزاف، في حين كاينين بزاف ديال الالفاظ والتعابير اللي كيصنفوا اللون والتدرجات ديالو وكتمارس معها هي عنصريه فوية. بالتالي داكشي علاش اختاريت لهذا الاسم. الدافع اولا هو ملي كتكوني صغيره وانت كتشوفي راسك انك كتحطي في واحد الخانه معينه، خصوصا بالنسبه للمراه كنسلط الضوء اكثر على المراه، واخا العنصريه كتمارس على الرجل والمراه، ولكن المراه كتاكل الضوء اكثر. جونس كتاخذ حيتاش كيتحط ديما المراه في واحد المعايير معينه ديال الجمال، خاصك تكوني طويله، خاصك تكوني زهره، خاصك تكوني هكا، في حين اي امراه راه زوينه بداك الشيء وبداك الاختلاف اللي فيها هي زوينه. داكشي علاش سلط الضوء على المراه بالضبط، وكنقول بلي خاصنا نلهموا الفتيات، خصوصا الفتيات السمراوات المراهقات، حيت كيجيوني بزاف ديال لي ميساج من المراهقات اللي تيقول لك انا ما تيقاش في راسي، حيت كنسمع كلام اللي كيجرحني وكيصنفني كانني امراه زعما خايبه ما زويناش، خاصك تكوني هكا ولا خاصك تكوني هكا. بالتالي داكشي علاش انطلاقا من التجربه ديالي ومن داكشي اللي كنت نعس به ولا داكشي نظره المجتمع عليك وكيفاش كيشوفوك، بعض المرات بقى كيقولوا واش انت مغربيه. بالتالي داكشي علاش قلت علاش ما نسلط الضوء عليها، وخصوصا ان السوشيال ميديا ما كتناولش هاد الامور. طبعا كتعرضي التنمر، طبعا في المدرسه كتلقاي اطفال معاك، انت طفله وكيقرا معاك طفل وتينعتك بدك الالفاظ، علاش؟ حيت هو راه هو تيبقى طفل ما عارفش، ولكن كيسمع من المجتمع وشنو تيقول. كنربيو عقد نفسيه في الاطفال في هذا الموضوع بالضبط. تصدقي ان كانت عرض للتنمر، مثلا على شعري كيقولوا هربوا راه شعرها حرش راه الوحش جاي ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن كنت زعما هابي زعما كنبغي راسي. وكنقول بلي كون كنت ما كنبغيش راسي ما نقدرش ندير بزاف ديال الامور اللي كنبغيهم، ما نقدرش مثلا ندير الموديلين نقول لا راه ما نقدرش ما نتقبلش بزاف ديال الامور. بالتالي ملي كتكوني كتبغي راسك كتصفر دي وجودك في المجتمع رغم ان الضغوطات اللي كتعرضي ليها. وداكشي علاش قلت علاش لا هذا الموضوع خصو بالضبط يتهضر عليه، خصوصا في العالم العربي ما كنشوفوش مؤثرات وملهمات. نقدر نقول لك كاينه وقيله وحده سعوديه اللي في يوتيوب ولا في السوشيال ميديا اللي كتفاعلوا كتناقش هذه المواضيع هذه، ولكن زعما في العالم العربي ما صراحه عمري ما شفتش، وقلت ناخذ البادره ونناقش هذه الامور هذه. التفاعل مع لو كونسيبت ومع الصفحه، اغلبيه ديال الناس اللي كان يتعلق ايجابيه اكثر كاينين بعض التعاليق سلبيه، وتعاودوا يرسخوا باللي راه الكولوريزم ولا الراسيزم كاين. ولكن ما كنحاول نتفادى داك التعاليق، حيتاش كنشوف تعاليق اللي زوينين وعجبوا بزاف ديال البنات وبزاف ديال الدراري كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي صراحه هادشي اللي درتو راه زوين بزاف، حيتاش ما متعوديش اننا نشوفوا فتيات سمراوات في السوشيال ميديا في الموضه في فن الصوره فن الفيديو. وكنحاول انني كل مره نناقش واحد التعبير ولا واحد الامور معينه في كل منشور كنحطو،
بالتالي كنحس براسي كنعالج كل مره واحد نقطه معينه. ماشي سهل انك تبدل العقليه، ولكن ماشي ضروري بالنسبه لي، ماشي ضروري 100% نبدل العقليه ديال المجتمع كامل، قد ما ضروري ان الفتيات بالضبط انهم تولي عندهم داك سيلف لوف، يوليو كيبغيو راسهم اكثر، ويوليو كيشوفوا باللي راه هما مثال يحتذى به ضمن معايير الجمال. سو بالنسبه لي هذه النقطه اكثر انك تحتفي بالنوع ديال الجمال ديالك والاختلاف ديالك. بالنسبه للمراهقات السمروات، بغيو راسكم وديروا اي حاجه كتبغيوها وكتشوفوا راسكم انكم قادرين ديروها، خصوصا الا كنتو كتشوفوا ان اللون ديالكم ولا الشكل ديالكم عائق، لا بالعكس، راه ديك نقطه ايجابيه. الاختلاف ديالنا هو النقطه الايجابيه ديالنا. وكنسلط الضوء على حاجه واحده اخرى، واخر ميساج، هي ان المراه سواء كانت سمراء ولا بيضاء ولا اي لون ولا اي شكل معين، المراه في غينا زعما اننا نحطوها في واحد في واحد في واحد الحيز ولا واحد الخانه. المراه في غينا، المراه كتقدم بزاف ديال الامور اللي داخليه وخارجيه. بالتالي خاصنا ما نبقاوش نصنفوا المراه في واحد نقطه معينه ولا نخليوها فيها.